ألهمنا رشدنا، حوار نهى وطراد مع الأستاذة اعتدال إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم في برنامجكم اليومي، برنامج ألهمنا رشدنا. برنامج ألهمنا رشدنا مع الأستاذة اعتدال إدريس، ومعكم طراد سندي وزميلتي نهى سعد. نرحب فيك أستاذة اعتدال. السلام عليكم ورحمة الله، ونرحب فيك فعلا أستاذة اعتدال. إحنا يعني قربنا من نهاية الشهر، نهاية يعني احنا تقريبا صحيح. الشهر انتهى، فحابين برضو نعرف كل اللي نقدر نعرفه بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبقى لنا على نهاية الشهر الكريم هذا، تكلمنا في الحلقة الماضية عن الجنة وكيف ندخلها، مو كيف ندخل، أقصد وصف الجنة. وصف الجنة. اليوم نبغى نتعرف على بعض الأشياء، وخصوصا إنه إحنا على نهاية هذا الشهر، كل واحد فينا تحمس، يا ربي طب أنا كيف أخش الجنة؟ طب إيش الأشياء اللي أبتعد عنها عشان ما أنحرم من رحمات الله؟ ويبغى يكون الشخص يبغى الأقرب ليده، الأقرب. نعم. سبحان الله، لما كنا بنتكلم عن وصف الجنة وهذا، في دائما أسئلة واستفسارات تيجي عند النساء بالذات وعند الأمهات والأبهات. طبعا إحنا بنعرف إنه الجنة عبارة عن 100 درجة. ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 عام أو 100 عام. طيب 100 عام، مسيرة 100 عام. أيوة، ما بين الدرجة والدرجة 100 عام. 100 عام. عام. الله أعلم، قد تكون من أعوام لحقت إحنا أو أعوام الله سبحانه وتعالى ما نعرف. هي درجات. أعلى درجة في الجنة هي الفردوس الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. نعم. عشان كده لما تبدأ تدعي، أدعي الفردوس الأعلى وبحسن الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. مجلس يعني معناته حنجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الأنبياء في الفردوس الأعلى، بإيه؟ بحسن الخلق، بأخلاقنا الحسنة. وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نعم. سبحانك يا رب. هناك كثير من النساء يسألوا، طيب أنا دحين لما في الجنة هدخل، هل زوجي في الدنيا هو جوزي في الجنة؟ يا مصيبة، يعني ورايا في الدنيا وفي الآخرة، دي مصيبة. وكثير من النساء أسمعهم يقولوا كده، ولما أجي أقول لها إذا كان من أهل الجنة إيوة، تلاقي الحرمة طلطم، تقول أنا ما صدقت أخلص منه، يقوم يجيني في الجنة كمان ورايا. وبعدين دائما أسئلة النساء، إيش معنى الرجال لهم حور عين وإحنا ما عندنا حور عين؟ مو يكفي في الدنيا ليهم وفي الآخرة ما ليهم؟ يا الله، أسئلة النساء قد أقول لها يا أمي، أول مرة خش الجنة وبعدين طيب أصلا ربنا وعدك ووعدنا، بقول هذا الكلام للنساء، وعدنا إنه إيه؟ حيعطينا حتى يرضينا. في الجنة إذا الزوج في الدنيا عنده كان ماني ولا شيء ولا سوالك حاجات، طيب في الآخرة ربنا حيشيل كل الغضب منك وكل الزعل وكل الأشياء حيشيلها من عندك. سبحان الله العظيم، حيخليك ترضي، هتقولي حور عين ما حور عين، يعني تفكير هذا البسيط اللي هو نفسه مو نفسه، خلاص في أمور خلاص الواحد بيتخطاها، خلاص حور عين ما حور عين، هذه مالك دخل بدي الأشياء كلها. أنت خش الجنة أول شيء، أسأل الله الفردوس الأعلى. بس أسألي أول مرة، وبعد ذلك قولي إنه والله معايا مو معايا، عندي حور عين ما عندي حور عين، الكلام ده الفاضي اللي ما له لزمة. حتى لو زوجها طيب تبغى غيره. طبعا مو عشان كده ربنا حيعطيها حتى يرضيها، يرضي المرأة إيش ما تبغى، بلاش تقعدي. يعني احنا الحريم للأسف هذا، إيش معنى وإيش معنى كلمة إيش معنى دي، والشماعات دي لو سمحتوا شيلوها من كلامكم. خشي الجنة أول مرة وأنبسطي فيها، طالما ربنا مين هو اللي تكفل لك، خلاص. صحيح يا ستي، بلا حور عين بلا هذا، طالما أنا سيدتهم وأبغى أتنعم في الجنة، خلاص ما حفكر في أي شيء تاني. الله سبحانه وتعالى حينزع من صدركم أي حزن، أي هم، أي شيء. تعرفوا أنتوا، ده حتى الأمهات والأبهات
لما يكونوا في درجة أعلى من درجة أولادهم. نعم. عشان ربنا ما يحزنهم يقوم يطلع الأبناء لدرجة الآباء والأمهات. يعني شوف كيف رحمة الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء الأبناء والبنات مثلا يكون درجتهم أعلى من درجة أمهم وأبوهم، يقوم إيش ربنا يرفعهم. نعم. يا جماعة قديش رحمات الله سبحانه وتعالى، رحمات الله عظيمة. طيب اللي ما تزوجت في الدنيا، طيب حيزوجها الله في الآخرة، اختار. بس ما حتختار سيدنا يوسف، اطمنوا يا حريم، يعني لا حتقول والله حختار سيدنا يوسف عليه السلام عشان أجمل واحد، لا. أنا بقول لكم شيء، هذا شيء أدعو لربنا يرضيها زي ما ذكرت. أيوه. ربنا تعرف الجمال اللي احنا حندخل فيه في الجنة؟ جمال سيدنا يوسف عليه السلام. كلنا جميلين بس ما حنكون نسخ من بعض. ريحة العرف دي نهى ودي اطراد ودا 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 كل واحد، بس مسحة الجمال جمال سيدنا يوسف عليه السلام، حنكون جميلين جدا. في نعيم، نعيم لا ينقطع أبدا، ونعيم دائم سبحان الله العظيم. ألا يستحق هذا النعيم أنه نعمل له؟ لا إله إلا الله. ألا يستحق أنه إحنا في دي الدنيا نتعب شوية يا جماعة؟ صحيح. علشان نوصل للنعيم ده. صحيح. هتجيكم بسهولة؟ بالله اللي بده ينجح ولا بده يخترع ولا بده يشتغل ولا شيء، مش بتتعب شوية عشان تصل لهدفك؟ طب ليه ما نخلي هدفي رضاء الله سبحانه وتعالى؟ جاكم رمضان الآن فرصة لتقوية علاقتكم بالله سبحانه وتعالى. يا جماعة أرجوكم ابعدوا عن الأعمال اللي تحرمكم من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا تحرموا نفسكم أنتوا الدعاء. يعني سبحان الله الأعمال، وهذا شيء يعني أستاذ اعتدال وضحته من أول يوم إحنا وأول حلقة، لكن لا نحرم نفسنا الدعاء لنفسنا. والتسبيح والكلمات كلها اللي عرفنا قديش تسوى سبحان الله، وقديش قيمتها ممكن تكون سبب في دخولنا جنة. يعني صدق سبحان الله العظيم، دحين في ليالي القدر اللي بيكون قامها، واللي سبحان الله العظيم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوفوا أنتوا في رمضان دخلتوا ليكم ثلاثة جوائز، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتخيل أنت لازم واحد من دي الثلاثة، مو أصوم وأنا أتضارب مع داوة وعصابي جاية في خشمي، واللي بيكون مع بيدخن ولا شيء ولا حاجة وبده يضارب، وعند المغربية ده أتضارب مع داوة ده أتضارب مع داوة ده جاي جري. فين الأخلاق؟ فين إيمان واحتسابا؟ استغفر الله العظيم، يعني اللهم نصايم. أي والله اللهم نصايم، كأنها يعني هي دي الكلمة حقت وقت العصبية. يا جماعة اللهم نصايم، يعني مفروض أنه اللهم نصايم. وبعدين بروحانية الواحد يقولها قيام التراويح، القيام حقت التراويح سبحان الله العظيم. أي. كل ما تتعب استشعر إيمانا واحتسابا. تعرفوا الجوائز متى تقدم؟ يعني انتهينا احنا من رمضان، طيب ليلة العيد نيجي في صلاة العيد، كثير مننا يصلي ويمشي على طول. ايوه صح. تعرف جائزتك متى تقدم؟ لما تسمع الخطبة. سبحان تقعد الله. تسمع الخطبة حقت العيد، بعدها توزع الجوائز من الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. تحرم نفسكم من الجوائز ليه؟ من الأعمال الصالحة ليه؟ أعمالكم ترى والله ربنا يحبنا، ربنا يعطينا سبحان الله العظيم أمور كثيرة. طيب يعطيكم على صلاتكم، على صيامكم، على الحج، على الزكاة، على التسبيح، على الأعمال الصالحة، على السنن، يعطيكم حتى يرضيكم. ونعم بالله. لا تقللوا من الأمور اللي أنتوا بتسووها. الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك سيب صدقة. الإنسان في حال ولا تستلبش في حد، هذه الوحدة يتيالي سبحان الله الواحد يمسك نفسه ابكي يعني على خصوصا خطيئتك. في ذا الوقت طيب ابكي على خطيئتك، طيب وليسعك إلزم عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. قروا في بيوتكم، اقعدوا في بيوتكم، لا نبدأ ندور في الشوارع أشكال والوان نأذي دا ونأذي دا ويأذوا خلق الله، اللي بيفحطوا بسياراتهم واللي بيمشوا بالهذا. يا جماعة انت بتفحطوا، اي نعم ياريت تروحوا في الأماكن المخصصة، أما تمشوا تأذوا نفسكم وتأذوا عباد الله. رياضات وأماكن فعلا مخصصة لكده تعرف يا نوها، تعرف يا نوها أنا كل ما أشوف شاب بيسرع بالسيارة نوها بس أنا موجودة وطراد أنا أقول بنوها الحين وطراد أقول عشان الكلام موجه ليكم إحنا ما بنسوق ولا شيء. طيب يا ولدي
كل ما أشوف شاب بيسرع أو اللي بيركبوا الدبابات وبيرفعوها من عارف إيه، أقول له يا ابني، أقول في قلبي يا ابني والله أنت ما تعرف إنه في أم قلبها بينحرق عليك. أي والله. لو حصل له شيء، أيوة لو حصل له شيء الولد، لو انصدم ولا طاح ولا أثر له أي حاجة، ممكن قد يكون يموت وارتاح. أيوة قد يكون يموت هو وارتاح، بس قلب أم انحرق عليها، انحرق عليه قديه. نعم. أو قد يصاب بإعاقة وهو شاف مقتبل العمر تتعذب هي، هو يتعذب بس المنظر، مصيره ومستقبله كله ضاع. صحيح. ليه أبنائي؟ هل هذا من باب بركم بوالديكم؟ هل هذا من باب الإحسان للوالدين؟ حبنا وخوفنا عليهم، يعني إحنا نفكر فيهم، نفكر في نفسنا، نفكر في صحتنا، نفكر في أشياء مرة كثير. لابد هذه الأم تعبت مرة كثير عشان يوصل الشاب أو الشابة لهذا السن. نعم. يعني على فكرة حتى البنت صارت العائلة لما تكون راكبة في السيارة ترى هي مسؤولة عنها، تقول للسواق تربشوا بسرعة بسرعة، أقطع الإشارة دي مو مشكلة. يعني أنت طب أو أنت مو بس أنت روحك، يعني في غيرك كمان بيأذوا الباقيين. واحد يكون ماشي في أمان الله ويجي طبهم واحد جاء هبده، يكون موت عيلة، موت هنا. ليه يا أبنائي؟ ليه اولادي؟ سبحان الله، خصوصا رمضان استغفر الله السواقه، يعني ما شاء الله اخلاقنا حلوه. رمضان تحديدا يستنى ويصبر ويصوم، وسبحان الله يمكن صيامه يعني يكون بافضل حال او افضل شيء، ويوصل عند المرحله اللي هي بيجيب الفول وقت المغرب. أي. ويدي هذيك الكلمات اللي سبحان الله اغرب منها ما في، من يوم ما يستلم الفل لما يركب السيارة لقي اللي زنق وراه ولقي خذ الدعاوي يا ستي ما لحق يفطر، مي مشكلة في السيارة أفطر مصيرك توصل، بس لا تأذي عباد الله يا جماعة. نعم. نبغى الجنة، نبغى نعيمها، نبغى رضا الله علينا يا جماعة. سبحان العظيم، أحب الخلق إلى الله أنفعهم له. يا سيدي ما قدرت تسوي لهم شيء، يا بنتي ما قدرت تسوي لهم شيء، كفي أذاك عنهم اللي بيسرع. واستني مو بس في رمضان حبيبتي، من يوم يبدأ أول يوم العيد ما شاء الله تبارك الله السهر، يعني ما في نوم أساسا، يصير إيش يناموا متى؟ الساعة 11 الظهر، الساعة 12 الظهر يناموا يناموا كده طول الليل سهراني، ويناموا ياخدوها نوم المتى؟ للساعة 10 في الليل، يقوم الساعة 10 في الليل يؤذي خلق الله ويؤذي عباد الله. صح. يعني مو صح. كل الناس يعني هي نية الأذى موجودة عنده، مو كل الناس يقولوا الله يهديك، في ناس يجي يقول لك أصبحت نمط ماشي عليه. يعني تعرف يا ابني بالذات اللي بيأذوا في السيارات ومن عارفة، وتكون ماشي في أمان الله وهو إلا بده يسقط عليك وإلا بده يدخل عليك، مو كل واحد يقول لك الله يهديك. في صح. ناس قد يدعو على الإنسان ده ربنا ويقول الله يجرى له كده، الله يخلي له كده، الله يسوي له كده. طب ليه يا ابني ليه تأذي الناس؟ صح. نبغى نخش الجنة يا جماعة، نحب رسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة طيب والسلام. يعني نحب ديننا، تأسوا بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، اهتدوا واقتدوا بهديه. صحيح. في تعاملاتكم، في كلامكم، في حياتكم كلها اقتدوا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان ايه؟ عشان نبغى الجنة، نبغى الفردوس الأعلى، نبغى ربنا يرحمنا، نبغى ربنا يعفو عننا بالمرور على هذه عرصات يوم القيامة، يقينا شرها، تجينا النجائب ويظلون الملائكة ونستظل تحت ظل عرش الرحمن، ما نستغنى عنها. العاقل هو اللي يعمل لآخرته. ما أقول لكم كونوا طول الوقت زاهدين وماسكين السجادة، لا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هنا هذه حياتنا اللي الواحد يجب أن يشوفها. يا ريت دحينا إحنا حيجي العيد ونفرح به، نسأل الله أنه يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، لكن في محاسبة للنفس هنقولها إن شاء الله بإذن الله بعد الفاصل. حنطلع فاصلنا، استمروا معنا في برنامجكم ألهمنا رشدنا، فاصل وراجعين إن شاء الله. ألهمنا رشدنا، حوار نهى وطراد مع الأستاذة اعتدال إدريس. أبدأ لكم مستمعين الكرام في ألهمنا رشدنا، وأكيد مكملين في بعد الفاصل مع الأستاذة اعتدال إدريس، معكم أطراد سندي وزميلتي نهى سعدي. يعطيك العافية طراد، ويعطيك العافية أستاذة اعتدال، كانت أحلى أيام طبعا
هذه كلها، لكن لسه يعني باقي بكرة أحاول يعني هذا بكرة. أنا عارفة واستنزاف تقريبا. لا باقي لنا هو شوية قد ما نعم. أنا الآن في الجزء هذا نبغى نعمل يعني سبحان الله العظيم ملخص للي أخذناه في الشهر كله. يعني بكرة حيكون عندنا حلقة متميزة غير تختلف إنه في أشياء ما حقول لكم، هي حنخليها مفاجأة بكرة بإذن الله إن شاء الله. لكن إحنا نقول لكم إنه نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. اللي أخذناه في خلال الشهر كله، تلخيص الآن للأشياء اللي إحنا سمعناها في خلال الشهر. يعني في البداية أتعرفنا على أهمية العقيدة وأهمية الإيمان. نعم. وكيف الإيمان مهم لكل واحد فينا، هو اللي خليني أقاوم أي شيء، هو اللي حيخليني أصبر على أي حاجة. نعم. هو اللي حيخليني أسأل الله، هو اللي حيخليني أستشعر قدرة الله وأستشعر قربه مني. هو إيمانكم وإيماننا، نسأل الله أن يرزقنا الإيمان. عشان كده لما نسأل اللهم إنا نسألك إيمانا نافعا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، نسأل الله إنه اليقين والإيمان بالله ما نستغني عنه، إحساسنا بقرب الله سبحانه وتعالى مننا، إحساسنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم إنه هو مستنينا، إحساسنا بإنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم تعب حتى يوصلنا القرآن. يوم ما أنت تمسك القرآن وتقرأه، أقرأ كل كلمة استشعروها إن الله سبحانه وتعالى بيخاطبكم بيكلمكم. كل الكلام اللي إحنا تكلمنا عنه لما تجي تشوف وصف الجنة وصف النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. إحنا ما تكلمنا عن وصف النار لأنه نبغى نتفائل، ولكن اللي بده يبغى وصف النار يروح يقرأ من الكتب. فإحنا نبغى الجنة ونعيمها، نبغى إحساسنا برحمة الله سبحانه وتعالى. يا جماعة لو قرأتوا في القرآن عن رحمة الله وعن قربه وعن سبحانه وتعالى مغفرته، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في أن أواخر سورة الزمر رائعة جدا، أقرؤوها. عندكم سور كثيرة تحسسك إن الله سبحانه وتعالى معانا قريب. عرفنا الإيمان وبعد ذلك دخلنا على أركان الإيمان. تعرفنا قبلها على الله سبحانه وتعالى وعلى إنه كيف نحب الله، ونعرف عشان كيف تحب الله عرفنا صفاته وعرفنا آلاءه اللي هو كان التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. بعد ذلك دخلنا إلى عالم كل طهر ونقاء وصفاء، وهو عالم الملائكة وإيش دورنا معاهم وإيش هم دورهم معانا، وكيف هم يستغفروا لينا وكيف هم يدعوا لنا وكيف هم معانا طول الوقت سبحان الله العظيم بحفظ الله. صحيح. بعد ذلك تكلمنا عن القضاء والقدر، ردينا عن بعض الأسئلة والاستفسارات اللي بتجي للإنسان في باله، هل أنا مسير أم مخير، وكيف الذنوب وكيف المعاصي وكيف الحساب عليها، ردينا عليها. ثم بعد ذلك تكلمنا عن اليوم الآخر، اليوم الآخر بكل ما يشمل من علامات الساعة الصغرى والكبرى والوقوف في عرصات يوم القيامة إلى دخولنا الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة ونعيمها. ووصف مبسط عن يعني نعيم الجنة والراحة اللي احنا حنحس فيها، هنا نقول الراحة اللي احنا ندخل فيها، لأنه لما ندخل الجنة تعرف إيش نقول، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن مش الحزن، حزن إيه الحزن إيه. أيوة الحزن اللي هو الشيء الصعب، يعني عدينا صعاب يوم القيامة، عدينا القنطرة، عدينا الصراط، عدينا عدينا عدينا، خدنا الكتاب وعرفنا وتحاسبنا، والآن دورنا نرتاح زي ما أنتوا الآن بتكملوا نهايات شهر رمضان وأواخره، وتقولوا حدخل أنبسط بالعيد وأفرح بالعيد. فدخول العيد ليكم زي دخول العيد لينا في الجنة، لما حنرتاح في الدنيا سبحان الله العظيم، ونرتاح من العرصات حقت يوم القيامة والمواقف حقتها. وما في أحد، يا جماعة احرصوا إنه ما يكون لأحد مظلمة عندكم،
عشان ما حد ياخذ منكم حق يوم القيامة. خشوا الجنة خفيفين لطيفين ظريفين كده على طول، ما نبغى نستنى أحد ولا نبغى أحد ياخذ مننا، كله بتصفية النية. كله بتصفية النية. إحنا إيش حنسوي طيب في دخولنا الجنة؟ بعد ذلك تكلمنا عن الجنة، هذه كلها كان تلخيص للحلقات اللي احنا دخلنا فيها. هذا من احلى الحلقات اللي تكلمنا فيها عالم البرزخ، كانت جدا نعم. قوية ورائعة. ايوه صح، نسيت قلت لي الله يهديك. يعني هو بمجمل الامر اكيد انه احنا ما جبنا تفاصيل كل حاجة، لكن أكيد. يعني أستاذ اعتدال ما قصرتي معانا في انك اعطيتي اسماء كتب قدر الامكان، وبدأتي بالقرآن انه احنا نقرأ ونتفكر. واذا انتهى الشخص قبل ما يتفلسف، ويكون كانت صريحة قبل ما يتفلسف ويفتي في امور واسئلة يمكن هو فعلا ما هو محتاج انه يعرف اجابتها، يعني قد ما هو محتاج يعرف اساسيات موضوع، يراجع الكتب يراجع القرايه، حتى هذا حيمنعه من انه يدخل في امور مع ناس حتى لو نص ساعه في اليوم. يعني ما اعرف كيف تنصحينا كلنا يعني انه كيف نبدا نقسم ايامنا حتى لو سواء في رمضان او لا. يعني رمضان جاي ان شاء الله السنه الجايه وتعدي السنه على الكل بالخير، لكن الله يبلغنا يا رب. لكن يعني كيف ممكن انسان يعني ما يوقف عند فكرة انه فقط خلاص سمع الحلقات هذه عرف الاساسيات وقام يتفلسف فيها، الا ولابد لي مراجع. ايش قبل ما نتكلم، هذه ان شاء الله حتكون في الحلقة اللي جاية، لكن نبغى نعرف ايش ممكن يبدأ في غير القراية. في ناس ما يستحلوا القراية، يعني ما يحب انه يقرأ من كتب او الحاجة. طيب احنا ايش اللي بنقول لهم الان؟ انتوا سمعتوا الحلقات هذه، اعطتكم اضاءات، انا ما اعطت كله، هي اضاءة. يعني سبحان العظيم كيف تبدأ حياتك، كيف تبدأ تسوي، كيف تعيش امورك. يعني احنا بنقول الان اليوم، يعني سبحان العظيم هو ليلة الشك، يعني اما بكرة عيد او بكرة رمضان، سبحان الله ما نعرف كيف. الناس تلاقيهم كلهم قاعدين بعد دار المغرب، بكرة عيد ولا لا؟ اللي بيحصل عندنا للأسف بمجرد ما يدق المدفع حق العيد، الله، وكأنه انسلخنا انسلاخا من الشيء اللي عشناه. يلا نلبس ونبسط ألبس أنبسط، ما حد قال لك لا تلبس لا تنبسط، طالما هي طالما هو في طاعة الله يا ابني. يعني طالما ما سوينا شيء يغضب الله أو ما خرجنا من الحدود، يعني قبلنا الفرحة، هي ما هي أيوه نعم. بس ما صار في عقلانية في الفرحة اللي كانت تصير. الناس كلهم بيجروا، باللي بيجري في الأسواق واللي بيجري يعني في الفترة الليالي الأخيرة، ليالي العشر من رمضان، كأنه ما يحلى السوق غير في إيش؟ في العشر الأواخر. ويقول لك بده يشتري ملابس العيد وملابس مدري إيه، ويفضل الناس في التهجد وفي التراويح وهو قاعد يجري في الأسواق. يا جماعة العشر الأواخر لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول شد المئزر، يعني حتى اللي بيصلي تحسي عقله في طاير، إيش فاته يوم تخفيضاته، وإيش بده يقضي حلاوة العيد ولا لبس العيد ولا شيء. صح، من السنة إنه الإنسان يلبس الجديد، من السنة. طيب عند ما قال لك الجديد اللي هو ألبس ونفضل نغير كل يوم والتاني شيء وكل شيء، وطبعا تيجي أزمة العاملات وأزمة من عارفة كل شيء كأنه الدنيا طربقت عندنا، ما كأنه فرحة عيد بإنه ربنا تقبل منا الصيام وربنا تقبل منا القيام. نبكي كلنا، يعني أمس كانت تختيم، بكينا في التختيم وبكينا وقلنا يا رب، وهذا خلاص أتنسى، خرجنا انسلخنا من اللي كنا الجو اللي احنا عايشينه وبدأنا جو جديد. سبحان الله العظيم، الدين وحب الله عمر ما يخرج من قلبنا. صحيح. إن انبسطنا ننبسط فيما يرضي الله، إن فرحنا نفرح بما يرضي الله. مو معقول انه العيد يصير عندنا كأنه كل اللي سويناه في رمضان جبناه بمساحة كده مسحناه في اول ايام العيد، من مناظر لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ومن سهرات لا ترضي الله سبحانه وتعالى. افرحوا، مبالغة في كل شيء بتصير، مبالغة في كل شيء، افرحوا وانبسطوا يعني حرفيا نعم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. شوفوا ايه، ومو خلاص طبقنا المصحف. في ناس يقول لك ما شاء الله ختم القرآن في رمضان 3 مرات 4 مرات، ايوه كل عشرة ما شاء الله، وهذا وشي لو عاد فتحه مرتان للسنة الجاية ما بنفتح. أن أغلق القرآن خلاص صارت عليه غبر، خلاص أنترك في مكانه. صح،
سارة حطت وهذا أي نعم أفرح وأنبسط بما يرضي الله سبحانه وتعالى. في طبعا في حلقة الغد بإذن الله هنحط لنفسنا برنامج ومنهج كيف إحنا نمشي في حياتنا. كيف أنا أتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف أبدأ حياة جديدة؟ كيف أغير السابق اللي أنا مريت فيه؟ الجذور السيئة. نعم. كلنا يا جماعة في عندنا أشياء سيئة. صحيح. ما فيها شيء لو نعطي بعض شيء من الجدول بس لي. يعني كل واحد يقول جدول وبعدين إحنا مو الأساس هنا بس يعني تسمع من أحد الأصدقاء تسمع من أحد من هنا. خلي هذه اليومين فرصة إنك تشوف كيف بيرتب. والله بتعدي السنة طول السنة استغفر الله العظيم وإحنا إيش نقول؟ الشهر ده عدى كيف مرة ملخبط. الشهر هي كلها على بعض على فكرة 12-11 شهر بالأصح من رمضان للثاني. شهر بنقول مرة ملخبط. شهر بنقول من أوله فلسنا. شهر بنقول من أوله في ضيقة هذا الشهر كده كان طبقة والله يعلم كيف عدى. سبحان الله ما بيعدى على فكرة شهر هذه نادر ما نقول الشهر هذا عدى خفيف والحمد لله كده رمضان وشعبان حنقضين شعبن وشوال حسو طويل يقول برضو نكمل استنى يقول لك شوال طويل مو راضي يغلق. طب مو راضي يغلق ايه؟ طب انتهزنا انه فرصة ربنا بارك لنا في الوقت وعطانا هو طويل مرة علشان نسوي فيه اشياء جديدة ونبدأ فيه بناية صح ونبدأ فيه بناء صح لحياتنا. بدأنا على طول ننهي 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 وننتهي خلص خلصنا رمضان كل سنة وانتم طيبين ولفينا كل ايام العيد الستة ولا الخمسة الايام وبعد كده بدأنا في الدراسة وكيف حياتنا اكلنا وشربنا ونمنا وهذه هي حياتنا اللي صارت. ما احنا استاذ اعتدال نبغى نعرف منك لو شيء بسيط هو اكيد ما حد حيطبق اكيد بالحذافير اللي حيتقال الا انه حيكون اقرب لي قدر الامكان اذا كان يعني لي رغبة كيف هو يرتاح نفسيا يكون عنده قناعات بانه هي كده حتمر باذن الله السنه وكيف يعدل نفسه كيف ابدا يعني زي ما تقولي كيف ابدا اربي نفسي بنفسي. فهذه ان شاء الله باذن الله الرحمن الرحيم حتكون في حلقه الغد اللي احنا حنتكلم فيها عن انه ايش زي ما انت قلتي فعلا الخطوات اللي ابدا فيها وابدا في حياتي اني كيف انا اكملها كيف امشي كيف ابدا اتوب. كثير من الناس يقول لك عليكم بتقوى الله بعد رمضان. لا يقولوا اذا ما عرفت اتوب في رمضان عفوا المقاطع يقول أيوه. اذا ما عرفت اتوب في رمضان حتوبوا ابليس مفلت هم كده يقولوا ايوه لا يعني أيوه في مصطلحات للاسف ممكن كمان يعني خاطئه يعني هو قال انه محبوس أيوه. ايه هو دحين طب انت ايش عندك سؤال يا طراد؟ لا بقول في معلومات احيانا خاطئه بترتبط بعض وبنبدا نحن نقول امور ونستند لامور اشياء يعني غير صحيحه ونبدا عليها للاسف. مهم المشكله ايش بيقولوا؟ بيقولوا انه الشياطين يعني مسلسل ايوه هي مش الشياطين يا جماعه هي المراده حقت الشياطين الرؤساء هذه معلومه مهمه كثير الرؤساء هم اللي مسلسلين. شوفوا كل واحد فينا طيب في الشياطين اللي بيغوه غير قرينه من الجن اللي احنا اخذنا اول هدول لما يخلصوا كل يوم ايش خلصوا معاه انسان وايش هذا يروحوا يقدموا تقرير للرئيس حقهم للمارد حقهم جميل. طيب في طبعا لازم يؤدي عمله مظبوط في ايام السنه في رمضان المرد دولة هم اللي تسلسلوا فالشيطان الصغير يحس انه ها اخذ شويه راحه فما هو مطالب انه يقدم كل يعني يوم تقرير يعني حتى بيغشوا بعض اي نعم فما هو مطالب انه يقدم تقرير عشان كده يخف الايش يخف تلاقي الناس راحوا المساجد كثير وهذا لانه ما هم مطالبين انه يقدموا تقرير لكن يبقى ايه هوى النفس والشياطين الصغيره بعد رمضان ينفكوا عاد المرض ده ويشتغل كل أمة ربنا يعني فعلا قبل ما نبدأ إن شاء الله بكرة في الحلقة اللي نرتب فيها أمورنا نعرف أنه يعني مو ما لما كان مسلسل أنا عملت هذا كله لما انفلت على قولهم صار الوضع غير نلقاكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من ألهمنا رشدنا بإذن الله وهي حتكون الحلقة الأخيرة طبعا نقول يعطيكم العافية بكرة لقاءنا مع السلامة.